لا 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 لا، طلع لسه عايش، ده كده يرجع ياخد بطاله من اللي سجنوه وقتل ابوه. يا ربي على القرف اللي انا فيه، ولا احسن لك شغل التلفزيون ده ثاني بدل ما هما ندمك على سلك الشحن بتاعك لما تدخل تنام، فاهم؟ ايه ده، وحشتيني يا بنتي. وديني كده بتاكل ايه؟ دي البيتزا المحشية تونة؟ ما تثبتي ايدك كده، مش عارف اشوف كويس. اه تصدق هي؟ طب بقول لك ايه، ما تجيب الحتة دي عشان حاسس اني هفتان الفترة الأخيرة ومحتاج شوية تغذية. طب وبعدين معاكي بقى تقعدي تلففيني وراكي كده كتير؟ وانا ده يخص اني مكلتش حاجة من الصبح. يا بنت خلي عندك دم، بقول لك هقع من طولي. حابب اشكرك يا مامي على عيد ميلاد الجامد ده، وانتوا كمان يا جدعان وجودكم جنبي فرق معايا جدا. انا مش قادر اصدق ان البت دي مصحيانا كلنا عشان نحضر عيد ميلاد العيل الهيتيا ده، لو اعرف كده ما كنت صحيت. يابا ماشي امورك، خلينا ناكل الكلام على سردين، وبعدين احنا ما شفناش منه حاجه وحشه. طبعا ما انتم معرضين زي بعض، لازم تدافع عنه. يا زميلي اعمل زي كده وانت هتعمل لك عيد ميلاد احسن منه. لا يابا دي شغلانتك انت، انا ماليش في الملحسه. وبعدين مين الوقت ده اصلا عشان يتعمل له عيد ميلاد ويصحونا كلنا من النوم عشان نحضره؟ يا جدعان انا بطني بتنونو. هي ريحتها جامده فشخ الصراحه. لا انا مش قادر اقعد مع اولاد المتضايقه دول على ترابيزه واحده اكتر من كده. انا الشارع عندك رملي. بحبك. مفيش حاجه تقدر تفرقنا عن بعض ابدا. بقول لك انا مستعد اجيب علبتين تونه واجي اتقدم. والله عال ايه اللي بيحصل ده؟ بابي عمي اوعى تفهمني غلط. A few moments later. يا جماعة أنا لقيت القط ده على سريري عمال يحضن ويبوس في القطة بتاعتي، يا ريت صاحبه يلمه عشان أنا مقبلش بكده. مساء الخير، أنا صاحب القط سلطان. إيه اللي عنده قطة يربطها، ابننا سلطان يعمل اللي هو عايزه. قطتك اللي بتمشي تتمخطر رفع عدلها، وده ابن سلطان في سن مراهقة وهرموناته زايدة. فلم أنت قطتك اللي ريحتها فايحة في العمارة كلها، تمام؟ مساء الزفت على دماغك يا ابو سلطان، والله انا قطتي محدش يقرب لها وترفع ديلها زي ما هي عايزه، واذا كان الوت بتاعك مراته زايده روحوا شوفوا لكم خرابه انتوا الاتنين تقعدوا فيها، عشان لو لقيته عندي في الشقه تاني مش هيطلع عليكم نور. بقول لك يا معفن خليك معايا كده ثواني، فاكر لما قطعت لك الهاند فري وقمت مزعق لي؟ انا فاكر. وفاكر بقى لما قفلت الباب الحمام ودخلت نمت وانا فضلت طول الليل مزنوق؟ انا لسه فاكر برضه. وفاكر بقى لما جبت لي التونه المفتته بدل التونه القطع وضربت على البال فلوس في جيبك؟ انا فاكر. عشان فشخ ما انساش حاجه. يرجع اصل البيتزا كانت الحياه، احنا ننام دلوقتي ونصحى الصبح بعد نذاكر واحنا فايقين كده كده نعوض في الفاينل. ثواني كده، انا اقدر اطلع فوق الترابيزه دي، خدتها في درس الفيزياء، لكل فعل رد فعل فانا لازم ادفع الارض بقوه معينه عشان هي كمان تدفعني بنفس القوه واعرف اطلع لفوق، فانا اقدر اعمل الكلام ده. ايوه يلا بينا. ثواني 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 ثواني. ها وشيت، كان لازم احضر كمان العملي.